إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون الكرام، فنحمد الله إليكم حمدا يليق بجلاله على جزيل نعمه وكريم إفضاله، حيث من علينا وعليكم بهذه الروضة في مسجد الروضة الذي يذكرنا برياض الجنة والأسباب الموصلة إليها، ونحمده إذ ساقنا وإياكم هذا المساق وأنزلنا جميعا في هذه الدار، وإنه بإذن الله لنعم جوار، وإني لأرجو أن يبارك الله لنا ولكم في هذه الدقائق واللحظات. إخواني في الله، إن من الأمر المعلوم والقضاء المحتوم الذي يوقن به أولو الألباب أصحاب الأفهام السليمة
والفطر المستقيمة أننا إلى الله راجعون وبين يديه موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون، وما منا من أحد إلا وهو مرتهن بعمل وسيقدم عن قدم وسيجزى بما صنع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأن الحي العاقل اللبيب من وفق فأخذ لنفسه من نفسه فأذلها ليعزها وأتعبها ليريحها وقاس يومه بأمسه قبل أن يستوفي مدة الأجل فيعجز عن الزيادة في السعي والعمل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ومما ينبغي أن نتذكره أن الرعيل الأول والقرون المتطاولة طحنهم الموت طحنا فأنزلهم عن القصور إلى ظلمات القبور، وارتهنوا بأعمالهم وقطعوا عن أعمالهم وديارهم وأهليهم وأموالهم وأولادهم وهم منتظرون للنفخ بالصور، وبعثرت ما في القبور. فليت شعري لو حكى الأحياء للأموات حالهم أيدركون، وليت شعري لو حكى الأموات للأحياء حالهم أيعقلون. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وقد مر على قبر ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم، ركعتان يركعهما صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم. وجاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي حسنات. أفلا يتمنى الميت عودة إلى الدنيا كي يقول الحمد لله ليملأ الميزان، أو يقول سبحان الله والحمد لله ليملأ بهاتين الكلمتين ما بين السماء والأرض؟ إن هذا أمر معلوم أن الراحل عن الدنيا يتمنى ذرات الأعمال من الخير، وإذا عبر الراحل بالكلمة المنكرة حيث قال قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وصالحا نكرة يتضمن كل عمل صالح من قول أو فعل أو نية يتعلق بحقوق الخالق أو المخلوق. على هذا لو استطاع أن يعود لأن يهب صلة الحبل لكانت المنية كافية، يتمنى أن يعود ولو إلى أن يفرغ من دلوه في دلو أخيه، يتمنى العودة ولو أن يؤنس الوحشان، يتمنى العودة ولو أن يهدي زقاقا، يتمنى العودة ولو إلى أن يسعى في أدنى معروف من إماطة الأذى، وعلى ما سبق ذكره أدلة متكاثرة في السلسلة الصحيحة وفي الصحيحين وأحدهما. لعلي أعمل صالحا، فلو كانت الإشارة
بأصبعه أو برأسه، نعم أو لا، أو بعينيه أو بيده من الأعمال الصالحة، لتمنى أن يعود إليها، وتتحد المنية في مبدأ الرحيل ومنتهى المقيل، حيث قال المولى جل وعلا وهم يصطرخون فيها، أي في نار جهنم، قائلين ربنا أخرجنا نعمل صالحا، كما قال لعلي أعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أعطيناكم من الأعمار ما يكفي للتذكر والإدكار والاعتبار، وجاءكم القرآن، جاءكم الشيخ، جاءكم الرسول، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، فما انتفعوا ولا اتعظوا ولا اعتبروا، بل ظلموا أنفسهم في الانغماس في الشهوات النفسية، ولم يدركوا أن الشهوات المستقبلية كالماضية في عدم الاستقرار والثبات. فليس الحي من أمات نفسه الحية بالانغماس في الشهوات النفسانية، ولكن الحي من عرف زوال ما مضى من اللذات، وتيقن أن المستأنف كالماضي في عدم الاستقرار والثبات. ولذا يقول لعلي أعمل صالحا، وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم حاكيا قولهم وهم في النار يقلبون، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ويتمنون العودة قائلين، يقول أحدهم عنهم فلو أن لي كرة، أي عودة إلى الدنيا، فأكون من المؤمنين. وحكى الله جل وعلا قولهم وهم واقفون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وحكى الله قولهم وهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بما سمعنا ورأينا، فالعودة العودة. ولذا جاء رجل إلى أحد العلماء قال له إذن إذني، قال يا هذا هب أنك مت فبعث، فسألك الله عن أعمال وإذا بها لا تفي بالمراد، فطلبت منه الكرة والعودة فردك إلى الدنيا، فاجعل نفسك كأنك في الكرة والعودة. إخواني في الله، إن الرحلة عن دار الكفات وظهر الأرض، فقد جعل الله عز وجل الأرض في ظاهرها وباطنها كفاتا تكفي الأحياء والأموات، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فكفتني وكفت، إنها أمي وأمك، أصلي وأصلك، فصلي وفصلك. قال العلامة ابن القيم ومن تأمل إلى الأرض وجد أنها أمه وأبوه وأصله وفصله. ولذا يرد بهذا على الفاخر جهلا بالنسب، إذ الأصل من تراب، إذن عودة إلى الأم والأب، والأصل والفصل وهو التراب، فجعل الله جل وعلا ظاهرها كفاتا للأحياء يمشون ويسبعون ويربعون ويبنون ويسافرون، وجعل باطنها كفاتا وهي أرض واحدة، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فكفتهم على ظهرها وكفتهم في بطنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولكن الإخراج ليس كالبداية، إذ البداية لي ولك لا نشعر بها، كيف تكفرون بالله
وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالموتة الأولى لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، وهذا معنى قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهل بمعنى قد، أي قد أتى علي وعليه وعلى من سبق ويأتي، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فبعد الحين حين، والحين الهلاك، كل نفس ذائقة الموت، وليست البداية كالنهاية. إذ أنا وأنت كانت بدايتنا بغير شعور، وأخذ الله العهد علينا وليس عندنا شعور. جاء في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآية استدل على العلامة الألباني عليه رحمة الله عند ذكر هذا الحديث بنقل إجماع أهل العلم أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وأنها مثلت بين يدي رب العالمين، حيث قال الحديث فنثرهم بين يديه سبحانه كالذر. أنا وأنت من جملة الذر المنثور الذي أخذ عليه العهد آنذاك، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا. كلمني وكلمك وكلم الآباء وآباء الآباء إلى آدم، واستشهدنا على نفسه قائلا ألست بربكم؟ فأجبنا قائلين بلى شهدنا بأن الله ربنا. وهذا يوافق قول الله عز وجل في أواخر سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم، يا بني آدم، هذا العهد على بني آدم أخذ، وإذ أخذ ربك، ما أخذت ملائكته، أخذ الله العهد علينا بعد أن نثرنا بين يديه كالذر وكلمنا قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا العهد الأول والميثاق الأول الذي أخذ على بني آدم له صلة بالعهد الثاني، هذا العهد الأول له صلة بالعهد الثاني، والعهد الثاني موصول ببعثة الأنبياء. ما دمنا شهدنا وأقررنا واعترفنا بأن الله ربنا ومالكنا ومدبرنا ورازقنا، هذا القول أخذ على الأرواح في الأذل قبل أن تخلق الأشباح أعني الأجساد، فلا بد لهذا الميثاق من حقيقة، ولا بد لهذا الميثاق من واقع. أخذ علينا العهد وبعث رسله إلى الأمم لتحقيق حقيقة العهد ودعوة الخلق إلى مقتضى العمل بذلك العهد. أتدرون أين أخذ هذا العهد؟ أخذ هذا العهد بنعمان في جبل عرفة بنص الحديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته بنعمان يوم عرفة، وفي لفظ بنعمان يعني عرفة. إذن أخذ العهد علينا في جبل عرفة، ومن هنا يجد الحاج إشارات تصله فتملأ قلبه إيمانا، وهو لماذا الوصول
إلى جبل عرفة؟ ولماذا الوقوف؟ ولماذا النزول؟ ولماذا المباهاة؟ ولماذا تحط في تلك البقاع الأحمال الثقال والذنوب العظام؟ إنها صلة تاريخية في كل عام تمتد جذورها السابقة إلى آلاف الأعوام إلى آدم وما أخرج من صلبه. فإذا وقفت بجبل عرفات قل لنفسك: أخذ علي العهد وعلى آدم وعلى ذريته في هذا الموطن، وما المجيء إلى هذا الموطن إلا تأكيدا لذلك العهد المأخوذ على الأرواح قبل الأبدان، وقد آن الأوان لتحقيق العمل بمقتضى ما أخذ من العهد. ولذا جاء ما يوافق ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في بعض الأحاديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أو في نفس الحديث: ولا تنافي بين كلمة التوحيد وبين قوله خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأن الدين كله قائم على الدعاء بمنطوق الحديث الصحيح المروي في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي لفظ في نفس المرجع المذكور آنفا: أفضل العبادة الدعاء. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. إذن عودة تاريخية إلى أصل نشأة الإنسان. فأرسل الله الرسل يطالبون الخلق بما أقروا به، يطالبون الخلق بما أخذ عليهم العهد. قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك، قال جل وعلا مبينا في كتابه الكريم أنه أرسل رسله لتقرير العهد الأول، حيث أخذ من النبيين ميثاقهم، وأنه إذا أتاهم الحكمة وأتتهم البينات، وأنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يستجيبوا له، كما ذكر الله ذلك في أوائل سورة آل عمران: أيها المسلمون اعلموا أن الدار التي تنتظرنا بعد مقامنا هذا هي الدار البرزخية، عالم القبور، عالم الموتى، الدار التي تعد دار نعيم أو دار عذاب مقيم. ونحن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، فقد جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق، وقد تكاثرت وتضافرت وتواترت الأدلة الصحيحة الصريحة بمجموع طرقها عن طريق الأسانيد المتضافرة ورجالها الذين نقلوا إلينا أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والتوحيد، ونقل عن طريق القرآن بالتواتر والاستفاضة الجامعة، نقلوا إلينا من نقل إلينا القرآن جيلا بعد جيل، وأحكام ثابتة صحيحة متقررة كالأذان وغيره، نقلوا الأدلة الصحيحة في إثبات عذاب القبر. وأسوق لكم حديثا واحدا يقرر هذا: ولا مجال لإدخال العقول في رد الشرع المنقول إذا وافق العقل أو لا، بل العقل خاضع. فالعقل حقيقته أنه لا يبصر إلا كالعقل الذي عند هذا الإنسان الذي هو أعمى، فالعقل بمثابة العين الناظرة والشرع بمثابة الشمس المضيئة، العقل بمثابة العين الناظرة والشرع بمثابة الشمس المضيئة، إذا غابت الشمس أتنظر العين؟ لا ترى. فالعقل موجود كالعين المبصرة في الظلام، فإذا جاء الوحي كان مثابة الوحي
كالنور الذي بدد الظلمات فأبصر البصر، وكذلك العقل لا يبصر إلا بالشرع. وإن شئت فانظر إلى الأمم الماضية، انظر إلى نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وشعيب وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه، وانظر إلى الأمم البائدة الذين كانوا أطول أجلا وأكثر أموالا وأعظم أبدانا، من كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، أصحاب العقول المفكرة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر إلى آخر الآيات، يدلكم على عقول بنت وعقول صنعت وعقول زرعت. قال جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أتبنون بكل ريع أي بكل مرتفع آية، فيبنون الأبنية التي تعتبر علامة على قوتهم وبخذهم وعقولهم وقوة أبدانهم وعملهم هذا. قال جل وعلا: وتتخذون مصانع أي قصور في الآكام المرتفعة. ما المراد؟ المراد الأول تعبثون، والمراد الثاني لعلكم تخلدون. هؤلاء الأقوام ما أغنت عنهم عقولهم ولا أبدانهم ولا أفهمهم، بل تحدوا الرياح وقالوا: من أشد منا قوة؟ وتعاظموا في أبدانهم وتعاظموا في عقولهم. هل أغنت عنهم عقولهم؟ هل أغنى عنهم تفكيرهم؟ كلا. إذن تلك العقول التي ردت الشرع بقيت عمياء فأخذتها المصائب إلى الهوجاء، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المسلمون، ليتبين أن العقل عاجز قاصر عن إدراك الحقائق الخفية. أنا أؤمن بوجود العقل، هل أرى عقلي؟ لا. فلو قال قائل: أنا لا أؤمن إلا بما أرى، قيل له: يا فلان ألك عقل؟ قال: نعم. نقول: هل ترى عقلك؟ يقول: لا. نقول: أنت مجنون، إذ لا عقل لك، إذ لو كان عقلك موجود لرأيته. أتؤمن برؤية الأرواح؟ أتؤمن بها؟ قال: نعم. طيب ألك روح؟ قال: نعم. أترى روحك؟ قال: لا. نقول: أنت لا روح لك، أنت ميت. وهكذا أتؤمن بالملائكة؟ أتؤمن بالجن؟ أتؤمن بالجنة؟ فليست الرؤية شرط في حقيقة الإثبات، فالعقل قاصر عن إدراك الحقائق. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ما أسمع. فلا يطيق الخلق إدراك حقائق ما في القبور ولو سمعوا بعضها لهلكوا. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنازة المحمولة القائلة: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ جنائز تنادي على الأكتاف صامتة، ولكن لها منطق لا نفقهه ولا نسمعه. تقول الأولى المكرمة: قدموني قدموني، فرحة بالتي هي مقبلة عليه، تارك لما وراءها، لا تبالي بزوجة ولا أم ولا أولاد. والأخرى تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق، لو سمع صوت الجنازة لصعق، فكيف لو سمع عذاب القبر والجنازة تصيح قبل العذاب؟ فكيف إذا حطت في القبر وجاء لها العذاب، كيف صياعها؟ لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، ما أسمع. فعلى هذا يا عبد الله، إن الذي ينتظرنا جميعا إنها الحقيقة المنتظرة، إنه الواعظ الصامت، إنه الواعظ الصامت، القبر الذي وعظ العقلاء بحفرته، وعظ العقلاء بحجمه، وعظ العقلاء بقربه، أبكى الصالحين، أيقظ مضاجعهم، أقض مضاجعهم. إنها تلك الحفر
التي سيجعلها الله لأوليائه روضة من رياض الجنة، وسيفتح لهم فيها في تلك القبور مد أبصارهم. أسوق حديثا بشكل مختصر ليريك ما في القبور. جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب التعبير في باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وكان من عادته أنه يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله تعالى أن يقص، وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال قالا لي انطلق انطلق. وقد بوب بعض العلماء في كتبهم على إثبات أداب القبر عند سوق هذه الحقائق. قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، والكلوب عصا في رأسها حديدة معوجة كالخطاف. قال وإذا آخر قائم عليه على رأسه بكلوب من حديد وإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور وإذا لغط وأصوات فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرة فينطلق يسبح كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرة. قال قلت لهما ما هذا؟ قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترائن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قالا لي ارق فيها فارتقيت فيها فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية لبن ذهب ولبن فضة فاستفتحنا باب المدينة ففتحت لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر من خلقهم كأقبح ما أن ترى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض
فذهبوا فوق أو في ذلك النار، ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزله. قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذاك منزله. قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إن سنخبرك. أما الرجل الأول، وهذه النتائج حقائق في القبور رآها الرائي أو لم يرها، لأننا لو كشفت لنا حقائق القبور لانتقضت علينا أحد الأركان، لانتقض علينا أحد الأركان وأعظم، وهو الإيمان بالغيب، حيث نؤمن بما غاب عنا، نؤمن بالله وملائكته، نؤمن برسله وبالكتب التي لم نرها، نؤمن بأقداره. هذا الإيمان، ومن جملة ذلك الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وما يأتي من الحقائق الثابتة، ومن جملتها إثبات عذاب القبر. ولا يرد على هذا بقول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فسماها مراقد، ويقولون لو كانت أماكن عذاب ما سماها مراقد. أيها الرجل، يا من قد أثر عليه بهذا اللفظ، ارجع إلى كلام المفسرين واعلم أن حقيقة المعنى أنه إذا نظر الراحل المستحق للعذاب، إذا نظر إلى حقائق الآخرة وأصبح بصره حديد، فبصرك اليوم حديد، أدرك الحقائق وعلم أن حقائق الآخرة لا توزن ولا تقاس بالدنيا. وأضرب لك على ذلك أمثالا قبل أن نتدبر معنى قوله: من مرقدنا، أليس الخلق يقفون في عرصات القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ كان مقداره 50,000 سنة. يأتي السؤال: من يطيق أن يقف على قدميه 50,000 سنة، بل 50,000 ساعة، بل 50,000 دقيقة؟ من يطيق؟ لا يطيق الخلق في الدنيا. أيها الأخ الكريم، تأمل معي ما طعامهم في عرصة القيامة، أتؤمن بهذا؟ وهم واقفون في يوم كان مقدر 50,000 سنة، ما شرابهم؟ واليهود والنصارى قد اشتد عليهم الحر وهم يرون جهنم يحطم بعضها بعضا، فيقول: ربنا عطشنا فاسقنا، فيشار إلى جهنم فيريدونها يحطم بعضها بعضا. وهكذا اليهود والنصارى يقول: ربنا عطشنا، فأين الشرف في يوم القيامة في ذلك اليوم المقدر بما تعلم؟ وما الطعام؟ وكيف تطيق الأقدام الوقوف في ذلك المقام يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أتظن أن الأعين تنتقل عن ما هي عليه إلى وسط الرؤوس؟ كلا، ذاك كلام المخرفين والعجائز، إن الأعين في مواطنها من الوجوه، ولكنهم مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد، قد رفعوا رؤوسهم إلى السماء فما استطاعوا إرجاعها، وبلغت القلوب الحناجر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لو أن رجلا يتبعه أقوام يريدون قتله، فجاء الزوجة تقول: أنا أتبعل لك وأتجملك، اقضي حاجتك، ما قضى حاجته ولو كانت في يوم عرسها لولى هاربا. فكيف إذا جاءت أهوال القيامة فعلى هذا؟ ثم: يا عبد الله، ألا تذكر نار الآخرة بأنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا؟ حقائق الآخرة تختلف عن حقائق الدنيا في جميع ما يحدث. فعلى هذا قوله جل وعلا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، إذا قاس الكافر أو المنافق أو الفاجر عذاب الآخرة إلى عذاب القبر، ما كان عذاب القبر إلى عذاب الآخرة إلا كمرقد. ومن هنا يعلم أن القبور مراقد، ولكنها تختلف، هذا مرقده يعذب وهذا مرقده ينعم، كما جاءت الحديث. فإذا قلنا عذاب الآخرة بعذاب القبر، ما كان عذاب القبر إلا كرقدة لما ينتظر. وقد جاء في الصحيح المسند شيخنا الواضع رحمة الله
من حديث سلمة بن سلام ابن وقش، وفي الحديث أن يهوديا خرج على قوم من أهل الشرك فذكرهم بالجنة والنار والبعث والنشور والقيامة، وهم أهل شرك لا يؤمنون بمعاد ولا بعث الأجساد. قالوا له: يا فلان ويحك ويحك يا فلان، أتظن هذا كائنا؟ أن الناس يردون بعد موتهم إلى دار يجزون فيها بأعمالهم؟ ويحك يا فلان. قال: والذي يحلف به، أي أقسم بالذي يحلف به وهو الله، لود، أي من كان مستحق لنار الآخرة، لود أن له بحظه من تلك النار، من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يجعلونه فيه ثم يطبقونه عليه أبد الآباد، وأن ينجو من تلك النار يوم القيامة. تخيلوا معي، نار الدنيا فيها صهاريج، فيها صهاريج تذوب الحديد، هذا الحديد اللي أمامك الآن ما وصل إلى الكتلة إلا بعد أن دخل في درجات حرارة قد تصل إلى مئات وقد تصل إلى ألوف، حتى صار الحديد يذوب سائلا. فصنعوا منها الصناعة العملاقة والمصانع العظيمة الكبيرة عن طريق تذويب الحديد حتى صار يسيل كالماء بشدة الحرارة. فأعظم صهاري الدنيا بحرارتها كلها لا تعد للآخرة إلا جزءا واحدا. ومع هذا يتمنى المشرك إذا رأى مقعده من النار يقول: ردوني إلى الدنيا. ماذا يريد؟ يريد أعظم تنور دنيوي احموه، سخنوه، أعظم تنور دنيوي يحمونه فيجعلونه فيه. رابيا يكون عذابه في أعظم تنور يجعلونه فيه ويحمونه عليه. قال: ويطبقوه عليه أبد الآباد، يرجع إلى الدنيا يعذب أبد الآباد في ذلك التنور، ولا أن يدخل تلك النار يوم القيامة. لو عاش بين البعوض لعاش حياة بيتة، لو عاش بين الحر في بعض البلاد بغير كنديشنات ولا مكيفات لعاش حياة بيتة، فكيف في أعظم تنور دنيوي؟ فكيف إذا انتظره عذاب الآخرة؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي عذب في قبره الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر والثلغ كسر الشيء الأجوف، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رفض أشرف الحديث فعاقبه الله في أشرف المواضع وهو الوجه، وكان الله قادر على أن يجعل عذاب الملك في بقية بدنه. قال العلماء: لما هجر أشرف الحديث عاقبه الله في أشرف المواضع وهو الرأس الجامع للحواس. ألا ليت شعري من استبدل الشهوات مكان القرآن، ألا ليت شعري من هجر القرآن. قال العلامة ابن كثير رحمه الله عند قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: ترك تدبره من هجرانه، وترك امتثال أوامره من هجرانه، وترك العمل بما فيه من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من الشعر أو اللهو أو الغنى أو الباطل من هجرانه. وقد عدل المسلمون أكتعون أكصعون أجمعون أبصعون كلهم عن القرآن إلا من رحم الله، إلى الشهوات واللذات والأغاني والمسلسلات والتنزيلات والمحرمات، فصرفوا عن القرآن وأصبحت أناجيلهم هواتفهم، أصبح قرآنهم جوالاتهم. الله أكبر، ما البديل؟ تركوا الطاعات واستبدلوا الشهوات. أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تركوا اللحم والعسل وعادوا إلى الثوم والبصل، يريدون القثاء والثوم والبصل والعدس مكان اللحم والعسل، تركوا القرآن كلام الرحمن الذي أبان عن حقائق الكون وثور علوم الأولين والآخرين، فيه الحكم والمواعظ والتأريخ والحلال والحرام ونظام الكون كله. ولما كان القرآن هو المؤثر الحقيقي في نفوس البشر، قال السالفون من الكفرة للمتأخرين من أبنائهم وأحفادهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأن القرآن جمع نظام الكون كله في هذا الكتاب المبارك.
فيعذب من عدل عنه في قبره ذلك العذاب. قال: فإنه الرجل يأخذ بالقلم فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لما كان النوم في الرأس جعل العقوبة فيها: يا عبد الله يا عبد الله يا أمة الله. يا لها من راحة ساعة أعقبت عقوبة إلى قيام الساعة، يا لها من تخزينة، يا لها من نومة، يا له من مدكة، يا له من محل، يا لها من أنترة، يا لها من فسبكة، يا له من غناء، يا لها من قيثان، يا لها من مخيمات، يا لها من أعراس، يا لها من حالات وندامات يعقبها عذاب في القبور تضرب فيه الرؤوس إلى قيام الساعة. أرأيتم يا عباد الله لو أخذنا كبشا وضربنا رأسه بصخرة كيف يضطرب هذا الكبش وكيف يرتجز؟ كيف لو ضرب آدمي على رأسه في جميع حواسه؟ إن هذا الضرب لو كان ضربة واحدة فمات تسرع، ولكنها ضربة فيعود بعدها إلى السلامة، فيعود الملك لضربه إلى قيام الساعة. فكما ورد الوعد في ثواب الطاعات والقربات بالرحمة والجنة والمغفرة والتأييد والنصر والخير والرزق، فقد ورد الوعيد على من خالف أمر الواحد القهار في قبورهم، وهكذا أخبر عن أحوال من في القبور. وأختم بهذا المختصر كي لا أطيل وقد حصل. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، أي شق ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق: قتل فلان وما قتل، مات فلان وما مات، صدم فلان وما صدم، طلق فلان وما طلق، كذب فلان وما كذب. قال: العالم الفلاني كذب على رسول الله، على العلماء، على العباد، كذب على الأبرياء، على البريئات، قال: فلانة زانية، فلان زاني، فلان كذا، نشر عبر وسائل التواصل، نشر عبر الآلات وغيرها، تبلغ الآفاق مع وجه التواصل. هذا يهيئ نفسه في قبره لأن يجلس جلسة على قفاه، لا جلسة استراحة بعد التعب، ولكن للشرشرة والشق على فمه وعلى أنفه وعلى عينيه. قال العلماء: المعصية في اللسان والشرشرة والشق للسان والأنف والعينين. لماذا؟ قالوا: لما شارك النفس والعينان اللسان في الكذبة بعد أن فكر وقدر اشتركوا في الجريمة، اشتركوا في العقوبة سواء بسواء. وأخبر عن أحوال الزنا في التنانير، كيف يأتيهم النار من محل الفروج، وكيف أنهم عراة، وكيف يصطرخون، وكيف يعذبون، يدل على أنهم ما وصلوا إلى حالات الزنا إلا بعد مقدمات من التبرج، مقدمات من الاختلاط، مقدمات من السفور، مقدمات من الغناء، مقدمات من الحب، مقدمات من العشق، مقدمات من إنزال تلك الصور المحرمات، مقدمات ساقتهم إلى هذا من نظر، نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم عياذا بالله. وعلى هذا هذه آثارهم في قبورهم. وهكذا أخبر وقال: وأما الرجل الذي أتيت عليه في النهر يسبح ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه في النار، وأما الرجل الكريه المرأة فإنه مالك خازن جهنم. قال العلماء، بهذا أختم لأن الحديث يحتاج إلى شرح قريب من 5 إلى 6 محاضرات، وقد يسر الله للفائدة في المحاضرة قبل هذه، كنا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة ولم يتسع الوقت، وقد ذكرت بعدها 10 محاضرات في سلسلة في الإيمان بالملائكة بعد المحاضرة التي ألقيت، وهذا الحديث يحتاج إلى شرح أوسع من هذا. والخاتمة: قال العلماء: جعل الله مالك خازن جهنم بهذه الصورة كأكره ما أن رائد رجلا مرأة، كي ييأس أهل النار من الخروج وييأس أهل النار من الرحمة، فإذا رأوا إلى وجهه يئسوا من النجاة، يئسوا من النجاة، فلا إله إلا الله، يعذبون بكل حال وبكل مرء وبالمقامع والسلاسل والأغلال عياذا بالله. فهيئ نفسك للإيمان بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الآخر والإيمان بالقبر والإيمان بنعيمه وعذابه والبعث والنشور، وهيئ نفسك
بصالح عملك لخير ما عند الله، وأبشروا بأن الله قد أعد دارا لأوليائه لا يخزى فيها. قال جل وعلا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يدخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال جل وعلا الحديث القدسي: أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ودخلت امرأة الجنة في سقيا كلب، ودخل رجل الجنة في سقيا كلب، ودخل رجل الجنة في إزالة غصن شوك عن الطريق. فأبشر بصالح عملك ولا تيأس من روح الله، والق ربك بعقيدة صحيحة، واحذر من وسائل الإعلام، واحذر من المتعالمين، واحذر من الأئمة الضلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فإياك والقنوات التي تربي على تلك الآفات والشبهات والشهوات فتعقر صاحبها. قال بعض السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما أنتم فيه. فتحصنوا بالكتاب والسنة، والتفوا حول علماء الأمة، واحفظوا ألسنتكم، وابتعدوا عن الخلاف والجدال والنزاع. وإن قال فيك من قال وشتم فيك من شتم، فاثبت على الحق حتى تلقى ربك، وإن الحق منصور والباطل مقهور بإذن الجبار جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر كتابه وسنة نبي عباد الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين في جوها وبرها وبحرها وليلها ونارها في داخل البلاد وخارجها. اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأدير الدائرة عليهم واجعل رجزك وعذابك عليهم. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم إنا نذرأ بك من عورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم حلفائهم وأنصارهم. اللهم كلنا جارا من شرهم، عز جارك وجل ثنك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم أعد لليمن مجدها، وأعد لليمن عزها، واجعلها كما ذكر نبيك نفس الرحمن. اللهم أعد لهذه البلاد مجدها في الفقه ومجد الإيمان ومجد الحكمة. وقد قال نبيك: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. اللهم اجعلهم رحمة للبلاد والعباد وللعالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،